أخبار اليوم. حاجة احنا واجب علينا طبعا كفنانين كبني ادمين كمصريين اننا نشجع اي حاجة تساعد السياحة انها ترجع بلدنا. وانا يعني انا دلوقتي في سحل حشيش شايف جمال وبقول يا خسارة ان مفيش سياح كافية تبلى المكان، لان فعلا ده من اجمل الاماكن اللي انا شفتها وانا سافرت كتير جدا. وعايز اقول لك احنا مصر يعني فيها حاجات جميلة قوي، بس ان شاء الله ان شاء الله السياحة دي ترجع يا رب. ان شاء الله في رمضان هتشوفوني مع عادل امام في مسلسل مأمون وشركائه باذن الله، بدون تفاصيل مش هنقول تفاصيل، كل حاجه هتبقى مفاجاه.